अच्छा है मनुष्य का ही या जो खाया हमारे जीवन शौक का जो हुआ उनके कोनो उज्जर के लिए सीखे कि प्यार फोक जैसे कि ये रंग चक्र वाले ले ले फोफिल भी लेता है आधा उन मारे चेनी खेत सभी देखो कर लो Je pense le problème, c'est que les motifs de la société, je dis le poids, le marché de l'emploi, le postulat, le بس اللي كان عارف اللي كان شي حاجه اخرى ما عرفتش المهم هو ان الانسان كيعرف لي سوسيتي اللي كاينين كيسول كيعرف لي بروفيل غوشيرشين كيعرف الدومين دو ترافاي شنو فيه شنو باغي شنو هما لي سيكتور اللي كيقلبوا على شنو هما السيكتور كيقلبوا على لي بروفيل بحال السيكتور دو ريستوراسيون السيكتور ديال لايتي السيكتور ديال لا سونتي هادو هما الفرص السيكتور اللي البروفيل ديالهم غوشيرشي يسمي ديال انك الا كنتي فهاد البروفيل كيطيروك ابار سا خاصك بحال مثلا الدومين ديال لاسيرونس بحال اللي فيه انايا الدومين ديال لا بونك الدومين ديال خاصك تتقلب خاصك دير افور خاصك تقرا دير فورماسيون دير وكلهم زهروا عاوتاني كاين اللي ما عندوش هادشي وبدا خدمة وبدا مهم هادشي كامل هو الانسان يدير اللي عليه الانسان يقلب ويبحث ما يبقاش بارك يقاد السي في ديالو اون انجلي ويبوستولي هنا ولهيه فهمتي يبوستولي هنا ولهيه وكما على الله هذا هو صوت الابوني دابا ندخل شويه انا ديجا جو بونس غادي يكون بحالو بحال 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 المعرض الاول لا غمارك اللي لاحظت هو فونتون تبارك الله بلي خدام هاد الشهر بحال هاد اليونيفرس اللي غمارك فونتون كانوا كيبنيو راس بروميير ايطاج دوزيام دابا ولاو كيطلعو الزناب جو بونس كو لافونيغ كاين هنا فونتون زوبورتينيتي كاينين لانو خاصو اصغر شويه وميتريزي بلا لاقي هذا هو صوت ترافينير غادي نحاول ندخل ان شاء الله للفوار ونشوف شنو كاين صوت ترافينير راه انفاس مع هذاك المبل اللي هنا هذاك المبل هو مبل سميتو ايريتاج هو اللي فيه سيرفيس سيرفيس كندا اللي كتاخذوا منه النيميرو دو بلاص او انفاس سميتو سميتو اريتاج انفاس مع هاد سونتر افينير جاو في المين ستريت هذا هو المين ستريت هذا كبير كاين هاد النوبرا ما يتوضاش لك ما انفاس مع سوق الدنيا كتدفعو باش تاخدو الناس منه هذا اوتيل حياة بالاس هذا اوتيل كرون هنا كان فاش كتكون الشتا كيديرو ليهم سان دو باتيناج كيديرو باتيناج حاولوا ندخلوا هاد الاخبار دايرين نورمالمون لي نوفو زاريفو لي ستوديت شنو
Française de mon sang, la Orkel, travaille au Brésil. Moi, je dirais l'aide. سعيد هو مرجع ديال الغاز في الوطن. سي سعيد شحال من عام شفت الوطن دابا؟ هو دابا الحمد لله كمل 4 سنين صح؟ تبارك الله دابا زعما تبقى قديم انت شويه شويه تبارك الله تبارك الله تبارك الله كاع المغاربه اللي جاو جداد كيعيطوا سي سعيد يستافدوا منه وياخذوا منه الاستشارات. سي سعيد بغيت تعرفنا براسك وتعرفنا حنا فين كاينين دابا؟ هما كاع ملتيكولتور الاغلبيه كاين مغاربه وجزائريين وافريكان وسوريين. حيت دابا الا دوينا الناس السوريين ما غاديش يفهموا الفرونسي الافريكان ما غاديش يفهموا العربيه. احنا غنديو عربيه ونحاولوا مره ندويو بالونجلي ولا بالفرونسي كوم سا باش نتعاونوا الفائده. الوغ باغ اكزومبل انا شوي سعيد مياني يعني بلانت مانجر في دايتك تيستين يعني سميده لا كومباني هي فوق من هنا. I'm presenting the company today. We are looking for like assembly line technician. رجع لكم في اللايف ديالنا الاخوان كما قلت لكم جو لو بلانت ماناجر ديال لا كومباني دايتك تيستي لو نوم ديالها هنا اون هو. اون شيرش دي تكنيسيان دو برودكسيون او نيفو لوكال او ميم اون شيرش دي تكنيسيان دو برودكسيون او نيفو انترناسيونال باسكو اكتويلمون لا كومباني في كوم لا ميزيون نور دي تانك دو بروبان سادير اون في كوم لو بيتين تانك دو بريشن سادير We bring our tanks to our customers, like in the US and even in Canada. Then we remove all the old part, old pin. Then we try to bridge them and make them look new after doing like an inspection on them. After that, we ship them back to our customers. But by the end of next year, it's gonna be like starting a new activity. That's we're gonna start like manufacturing propane tanks. C'est-à-dire on va commencer un nouveau processus vers la fin de l'année prochaine qui sera comme la fabrication des réservoirs de propane, c'est-à-dire les tanks, la mise en œuvre, mais on va faire la fabrication des réservoirs au niveau local. On va faire la livraison vers nos clients qui seront toujours aux États-Unis ou bien au Canada. Transformation de la production de la société, les profils Oui, c'est-à-dire. كندويو على اننا يعني كندويو على ان الكرياسيون ديال اونفيرون واحد 60 بوست غتحل ان شاء الله فيغ لا فان ديال لاني بروشين اللي غنبداو نديرو لهم ريكروتمون ابارتيغ دافريل وموا دو ماي. يعني غنحتاجو دي جون في لا مانتونونس دي جون في الاي تي دي جون في الريسورس هومان دي جون في لا كونتابيليتي فينونس ادمنستراسيون سادير لوجيستيك سادير لا بليزيور دي بوزيسيون اللي غتكون ان شاء الله غادي يتحلو غيبداو. يعني اي واحد حاب يبوستولي يقدر يبوستولي ان شاء الله يحط السي في ديالو او لا كونديتاتور ديالو ابارتيغ دو ماتنون يقدر يصيفطها مباشره على 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 الايميل اللي مكتوب هنا. راه الرشيد يخلي لكم في ان كومونتير ان شاء الله في الفيديو اللي هو سميتو غنقراه لكم بالضبط هنا اللي هو resume with s in the end .ca@dietechtesting.com. Vous pouvez laisser votre candidature spontanée sur l'adresse qui est résumé avec s à la fin .ca@dietechtesting.com. حنا قال لي كانديداتور اللي هما يا لي على برودكسيون غادي نشوفهم ان شاء الله دابا حيت حنا نقدروا نديروا ريكروتمون على انستون فور لا برودكسيون. ولي كانديداتور اللي هما لي دوتر دومين
يعني فينونس ادمنستراسيون اي تي اكسيتيرا غادي نشوفهم ان شاء الله باسير من مواد افريل ومواد ماي وقت اللي غادي نبداو ان شاء الله ندير ريكروتمون لا نوفيل كومباني وقلنا لايك اول يور ابليكيشن غادي لايك تشيك ذم اند يو كان If they are linked to production, we're going to give you a call as soon as possible. And even if you are like international, that means if you can pass like through the program, the PNP program, like provincial nominee program, that means you have like your traditional like educational assessment, you have your English or French test, and you have at least like 1 year experience in production, so you can apply. We'll be so happy to help you with that and set up like interview with HR. If you are like here already, like in Canada or in Moncton or New Brunswick already, that you are interested to work with us, you can apply, and we're gonna like give you a call as soon as possible. Les gens qui sont déjà installés localement, on va les appeler pour la production le plus tôt possible s'ils ont déjà intéressé. Les gens qui sont internationaux, qui ont intéressé la production, on commence à faire les entrevues ou bien les entretiens à partir de maintenant aussi. Les gens qui sont sur d'autres domaines, on va commencer à vérifier leur résumé à partir du mois d'avril. C'est ça, les postes. هذا كنتكلم بزاف على الميزاريبو زعما ما عندهمش اكسبيريونس كنديا شنو هما لي بوست اللي كيحتاجوش الاكسبيريونس كنديا شنو هما لي بوست اللي ضروري خاص يكون فيهم الاكسبيريونس او سينسيرمون سي رشيد جبتي غير دوره في الستاند ديال اليوم راه تقريبا لي كومباني اللي كيجيوك القديمين نشوفهم كيجيو راه عندك 3 دومين اللي هما يا فريمون هنا مطلوبين راه عندك سوا لي سونتر دابيل يعني لي كاستمر سيرفيس يعني سيرفيس لا كليونتيل لي سونتر دابيل عندك لا برودكسيون سادير لي اونتري ليفل يعني لي بوزيسيون دونتري اللي هما في لا برودكسيون اولا عندك لي دومين ديال لي سينيور هوم يعني لي دومين ديال لي بريبوزي دو سوان اللي كيقابلوا الناس بوا يعني الا خرجتي من هاد لي 3 دومين هادو شي واحد خدم في دومين غير الثلاثه هادو كيبقى اون ميوتاسيون ما كنقولش ما غتلقاش غتخدم شي ما غتخدمش مي هاد لي 3 دومين راه هما اللي كاينين دابا اللي هما موجودين نصيحه مني لاي واحد يلا جا جديد ان شاء الله انا الفيديو لاك نفكر غندير فيديو اليوم ان شاء الله على الناس اللي غيجيو جداد او اللي كيقلبوا على خدمه ان شاء الله كيجيو وتكونوا فاريبون شي يديروا النصيحه اللي عندي اللي غندير انني نقولهم لك هنا وان شاء الله غادي نمثل في الفيديو الا بغيتي رشيد يبارطاجي معكم من بعد راه يديروا في لاشين يوتيوب ديالنا اللي هي ان بي ماغريب ان بي ان كوم نور بي كوم بيبي سادي كوم نيو برانزويك ماغريب الفيديو ان شاء الله غادي ندويو فيه على باذن الله على شنو الحوايج اللي خصك دير اللي ترد ديما البال واللي يقدروا يعاونوك تلقى خدمه اول حاجه كنصح بها اي واحد هو ديما جي من البدايه جي بانك تخدم في اللي كان وتبدا بلي زونتري لي اونتري ليفل بوزيشن يعني تبدا بلي لي ترافو ديال لونتري دوزيام شوز نصحك بها هو انك تضغط السي في ديالك ديما على حساب البوزيشن اللي تخدم فيها ماشي انت باغي تابليكي البوزيشن طالب مثلا هاي سكول انت كتعطيهم مثلا الماستر او الباشلر ديالك يعني حاول تضغط السي في ديالك واضغط السي في ديالك على حساب لي طاش اللي ما باغيين حيت نورمالمون لا سيليكسيون دي سيفر كدار بار دي سيستيم ولا دارت باغ ان اتر اومان راه ميل ديباس ميم با كوم 10 سكوند سور شاك سي في صافي خصو يشوف اليوم لي مو كلي خصو يشوفهم ديما يشوف ما عنده في لا ليست عنده اون فوا يشوف لي مو كلي او لو سيستيم غادي ديتيكتي لي مو كلي راه غادي يدوز السي في سينو غادي يروجي غيتروجيكتا عندك غادي يمشي لابوبيل ساكت دي بوست عندكم في السوسيتي ما كتحتاجش ليكسبيرينس ما بالنسبه لي بوزيسيون لي شفتو الدراري كيما قلت لكم لي اسامبلي لاين تكنيشن تكنيسيان دو برودكسيون اي واحد فيكم بغى يخدم مرحبا يقدر يكونتاكتيني نيميرو تليفون 506-232-6115 او لي صيفط لي ايميل سعيد.مياني@ditectestin.com مرحبا واخا فيك البرودكت ما عندكش كاع شي اكسبيريونس بلا برودكسيون مرحبا يعني حنا عندنا فورماتور على انترن غنديك لا فورماسيون نيسيسير غنخلي شي واحد اكسبيريمونتي معاك حتى تتعلم على خاطر بين الناس اوكي راني نقدر نخدم راسي شوي كونفورتابل ابقى غادي نخليك تخدم بوحدك ما كاين حتى مشكل ولي جو عندنا حنا كيبداو 17 دولار الساعه like $17 per hour او نورمالمون ابري 3 mois et 6 mois nous كنديرو دي ايفالواسيون اوكي وار ميكين لايك ريفيو اف 3 مانس اند 6 مانس بيز اون اتندنس performance and teamwork and attitude لك تيكت مزيان if you are okay with all these criteria we can give you like a 50 cent raise every 3 months tu peux avoir 50 cents d'augmentation chaque 3 mois سي سعيد موضوع كبير وغادي بعجالة شنو رايك في المارش دومبلو موقف بزاف الناس اللي نوزاريمون كيتخوفوا انهم ما يلقاوش فرصة العمل منين كيجيو واش نقول لك الا كنتي باغي تلقى خدمه في السيمانه الاولى بلا ما تجي لمونكتون بلا ما تجي لكندا كاع كريم باش الدراري قاصح حسن من كذاب حيت نورمالمون السيمانه ما بقاش فيها حتى الكره دابا هنا في مونكتون في البرتغال تي كاع الموريال ما تلقاش كره حتى في السيمانه سي فري المارشي دومبلوا مونكتون ما غاديش كومباري في تورونتو ولا في ميسيساغا ولا كومباري موريال باسكو مي لا فيل هنايا في مونكتون سي اون فيل كي اون بلان ديفلوبمون ايكونوميك ميم
يعني ديفلوبمون او لا اوغمونطاسيون ديموغرافيك يعني لي جون اللي جاو تبارك الله العام تلقى هذا العام بارابور عامين 3 سنين 4 سنين قبل راها كورونا بزاف سوسيتي تحلو بزاف سوسيتي مي ما بري كورونا بزاف الناس جاو هنا بحكم انها مدينه مويان طاي يعني بقينا محلولين حنا الحمد لله في الاعوام اللي فاتوا ما ستينا ما والو كانوا يجري يسيرون لهم كبار باغ كونتر موريال او لا سميتو كانوا سادين حنا الحمد لله الجوامع كانوا محلولين الناس كتمشي تراوح في رمضان العيد الكبيره ولا العيد الصغير الناس كلشي كيمشي للجامع الناس كتضحي باغ كونتر دون كبار كان عندهم مشكل بان الريستريكسيون كانوا كبار هادشي اللي خلى بزاف الناس انهم يبيعوا ديورهم كاريمو في دول الكبار ويجيو يشريو هنا ديور او جوج ديور هنا ولا انفيستينا او اللي يخدم ريموتلي يعني من مع الشركه ديالو في تورونتو في بلاصه اخرى يبقى خدام معاها ويجي لهنا هادشي اللي خلى العقار يطلع وخلاه ميم ان اللواي يطلع مي كما قلت لكم اللي كيفيزي انه يدير واحد ديفلوبمنت كارير فور مويان تيرم او ميم لونغ تيرم يعني واحد 5 سنين 4 سنين عامين او 10 سنين راه يعني المدينه هنا غتولي شي حاجه اخرى ابري ديزون ان شاء الله يعني لقارنت غير المدينه هنا لقارنتها مع العام اللي فات او مع 4 سنين اللي فاش جيت او مع 2016 فاش جيت في فيز اكسبلوراتوار سان غيان ا بوا يعني لوغوتاسيون كاين هذا انهم يخدموا فاش مناكن خدم في اللي كان اخويا في الاول خو ديكسبيريونس كنديان ديفلوبي نيفو دونغلي ديالك وابري 6 مو ولا 8 مو ماكسيموم دات بوستي الدومين اللي هو عاجبك وان شاء الله ما يكون على الخير غادي تلقى داكشي اللي باغي هذا كيحيلنا السؤال الاخير ان شاء الله سي سعيد شنو هما النصائح اللي تقدم لنا القادمين الجدد بحكم التجربه ديالك تفك الاربع سنين انت دابا ما جيتي واش نقول لك وجد راسك مزيان الكورفي في الاول يعني ما تجيش تقول تلقوا هنا راه جنه النعيم راه كلا جنه النعيم لا والو يعني قاص حسين من كذاب تمارا كاينه في العام الاول سيتو نوفو اريفون كتكون عنده تمارا في العام الاول بحكم انه خصو يخدم في اللي كان خصو يدخل الدولار باش يحفز داك لي موراجي ديال دو في زيرو اللي كيخرج من جيبو درهم ولا دينار وشو شو هو بحكم انه ما عندوش ليكسبيريونس كنديان بحكم انه باقي النيفو دونغلي ديالو باقي شويه عيان مي هاد الحوايج هادو كلهم في العام الاول غادي ديفلوبيهم وغادي تخدمهم يعني سون دي تشالنج با دي زوبستاك مي سون دي تشالنج اللي خصك تخدم عليهم وان شاء الله راه ابخي كما قلت لك 6 8 حتى العام ماكسيموم غنكون على خير كنشوف الدراري اللي جاو هنايا وضربوا تمارا في العام الاول مي الحمد لله راه كلهم يعني ايفوليو مزيان في المارشي دومبلوا وكاين الدراري الحمد لله شراو الديور ديالهم الدراري الحمد لله بخير وعلى خير مي خدموا في الاول والناس اللي مبغاش يخدم في الاول راه كيضرب 3 شهور 4 شهور تبقى ياكل في زيكونومي ديالو في الفلوس ديالو ابري كيولي كيعاني يعني افان كونت يعني كيولي كيقول ها هو الفلوس ديالو مشات يبدا يفكر يخرج من البروفانس ولا فيت انك تخرج من البروفانس في بروفانس اخرى تي ميغراسيون اخرى عاوتاني لوكال يعني تخرج من هادشي الموريا ايميغري عاوتاني بلاصه اخرى يعني خصك فلوس اخرى تجبدها خصك ما كيبقاش حل لانه شي ميم تمشي للموريال راه لي بوزيسيون اللي هما مزيانين كيطلبوا منك لونغلي يعني هنا لي بوزيسيون عيين ما طلبك لا لونغلي لا فرونسي لا والو شي هنا الدراري كيجيو عندك يخدموا بالعربيه كاع كنخدمهم يعني دراري من اليمن من سوريا من المغرب كاين اللي مكيديوش كاع كريم والفرونسي لا اونغلي كيديو غير العربيه كيجي يخدم كيجي يصبر وين ما عنديش مشكل كيصبروا مي الحمد لله كي ايفوليو مع الوقت هذا الدراري تبارك الله حنا في الشركه ولاو دي زاجون كاليتي ولاو دي ديسباتش في لوجيستيك ولاو في دي فورماتور ولاو دي سوبرفيزور كانوا غير دي زومبلوي عادي وكاين دراري يخدموا معانا الحمد لله ضربوا ليكسبيريونس وخدموا في شركات اخرى ايفوليا وخدموا في شركات اخرى في دي بوزيسيون احسن يعني ديما لوبستاكل ديك ليكسبيريونس كنديان فوا تاخذها في الاول وخاف ان بوزيسيون دونتري راه يتحلوا ان شاء الله البيبان باذن الله كنشكرك سي سعيد على المحاضره